للتعليق على هذا المشهد ينضم إلينا عبر الهاتف فاطمة القاضية الصحفية من غزة. سيدة فاطمة، ما هي آخر التطورات الحالية بعد استشهاد 6 فلسطينيين؟ نعم جميل، يعني منذ ساعات صباح هذا اليوم شاركت الآلاف من جماهير قطاع غزة جمعة انتفاضة الأقصى في مخيمات العودة الشرق قطاع غزة. كان هناك إجمالي للأحداث قبل قليل من قبل وزارة الصحة بقطاع غزة لأحداث الجمعة 27 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. حتى هذه اللحظات 6 شهداء من بينهم طفلين وإصابة 506 مواطن بجراح مختلفة. تم تحويل 210 من هذه الإصابات للمستشفيات، ومن بين الإصابات 90 إصابة بالرصاص الحي، منها 3 حالات خطيرة وحالة حرجة جدا. أيضا زميل، من بين هذه الإصابات 35 طفل وأربع سيدات وإصابة 4 مسعفين أحدهم بالرصاص واثنين من الصحفيين. يعني دعني أذكركم زميل بأسماء وأقمار شهداء هذا اليوم اللي كان يعني تقريبا 6 شهداء حتى هذه اللحظة. هناك حديث يتحدث عن شهيد تابع، لكن إلى الحين يعني تأكيد هذا الخبر من قبل المصادر الخاصة في مستشفيات قطاع غزة. شهداء هذا اليوم هم محمد نايف الحوم 14 عاما، وإياد خليل الشاعر 20 عاما، ومحمد وليد هنية 24 عاما، ومحمد بسام شخصة 24 عاما أيضا، وناصر عزمي مصبح 12 عاما، ومحمد علي شوفي 18 عاما. يعني حتى هذه اللحظات هؤلاء هم أسماء شهداء هذا اليوم 6 شهداء. هناك الحديث يدور عن شهيد تابع، لكن نتريد قليلا حتى يعني يتم تأكيد هذا الخبر من قبل المصادر الخاصة بوزارة الصحة. طيب، يعني من وجهة نظر جماهيرية فاطمة، الانتفاضة الفلسطينية في ذكراها 18 ماذا حققت؟ تحدثنا عن ان حققت الكثير صراحه للشعب الفلسطيني. نحن نتحدث حتى هذه اللحظات عن 27 الجمعه 27 حتى هذه اللحظات لمسيره العوده. بما يخص قطاع غزه، نحن نتحدث انه بال 2005 كان هناك انسحاب للجيش الاحتلال من قطاع غزه، كان هناك مفاوضات، وايضا كان هناك يعني اشتباكات ما بين المواطنين وبين قوات الاحتلال. كان هناك انجازات على الساحه الفلسطينيه، خلينا نتحدث زميلي، ايضا كان هناك يعني نتحدث عن صفقه في العام 2012، صفقه مشرفه بين المقاومه وبين قوات الاحتلال، خرج فيها اكثر من 1027 اسير. كان هناك يعني انجازات كثيره على الساحه الفلسطينيه بما يخص المقاومه. نحن نتحدث انه المقاومه لها دور كبير في هذه الانجازات على الساحه الفلسطينيه بعد يعني الانتفاضه الاقصى اللي كانت في العام 2000. كان هناك يعني ايضا مجازر، نتحدث عن اقتحام شارون لباحات المسجد الاقصى، حدث اكثر من مجزره في هذه الفتره وفي هذه الاونه. لكن يعني من جانب اخر كان هناك مقاومه، وكان هناك ردع من قبل المواطنين ومن قبل المقاومين لقوات الاحتلال. نعم. يعني المقاومه لم تتريث ولو قليلا اتجاه قوات الاحتلال، وكانت تصد ولو بالقوه. نحن نتحدث انه حتى هذه اللحظات مسيرات العوده وكسر الحصار مستمره على الساحه الفلسطينيه. نعم. وايضا مسيرات المسير البحري، وهناك يعني مقاومه ولو بالحجاره الصادفه المحتله، ولكن هناك مقاومه، المقاومه زروع في كل قلب فلسطيني، في سواء كان في فلسطين او يعني في الشتات في 48. شكرا جزيلا لك فاطمه القاضيه الصحفيه، كنت معنا عبر الهاتف من غزه. ايضا انضم الينا عبر